وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي في فتحي حاليا اسمي سارة محمد محمود، سكني في أسيوط مدينة مبارك، كسر إسلامي، بدأت من 9 سنين وأنا دلوقتي بقول لأهلي إن أنا بقيت مسلمة الحمد لله، بطاقتي موجودة معايا، وإشهار إسلامي الحمد لله موجود معايا. طبعا انا اخترت الدين الصح وانا بتمنى
بتمنى يعني امنيه حياتي ان ربنا يشرح صدر النصارى اجمعين ان شاء الله باذن الله للاسلام وللدين الحق. وآية تانية: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. فانا بتمنى يعني حاولوا اقتنعوا دوروا عن الدين الحق. بقول لاختي، بقول لوالدتي، بقول لوالدي، بقول لاخواتي: دوروا شوف الدين فين. انا بتمنى بجد ربنا يكرمكم وربنا يشرح صدركم للاسلام وتكونوا معايا. و انا دلوقتي كويسه جدا، يمكن احسن ما كنت الاول بكتير. الحمد لله ان ربنا اكرمني وشرح صدري للاسلام. فانا مش عارفه اقول لكم ايه ومش عارفه اوصف لكم. انا سعيده قد ايه ان انا بقيت مسلمه. كفايه بس ان انا في زي الاحترام، مش زي ما كنت الاول لبس ضيق ولا نص كم ولا الحاجات اللي كنت بعملها. انا دلوقتي الحمد لله على نعمه الاسلام وعلى نعمه الاحترام. مش كفايه كمان ان انا لما اروح مسجد ولا بروح اصلي ما بلاقيش ولد وبنت واقفين مع بعض، مش بلاقي واحده تهزر مع واحد في الكنيسه. كلام بيحصل كتير في الكنيسه وانا كنت بشوفه بعينيا، ما فيش حد قال الكلام ده. انا شفته بعينيا فعلا، كنت بنزل وكنت بشوف البنات تهزر وتقف مع واحد واثنين وثلاثه في الكنيسه وبيهزروا وبيتكلموا مع بعض ويمدوا ايديهم على بعض، حاجات ما ينفعش تتحكم. وكمان لما الواحد يجي يقرا القران والمصحف يبقى في ايديه، سبحان الله ربنا بيشرح صدر الواحد لما بيجي يقرا فيه، وفعلا يحس البني ادم انه هو بيقرا في كتاب نازل من كلامه من الله، مش حاجه جايبينها كده وخلاص. لكن لما كنت بمسك الانجيل وكنت باجي افتحه واتكلم فيه او اشوف ايه اللي فيه، كلام مش كلام متناقض. المسيح ابن الله، ان هو ازاي ابن الله؟ طب لما هو الله يبقى ازاي ابن الله في نفس الوقت؟ لما جيت صلاه في الشريط قال اغفر لهم يا ابتي لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يعني في حد اقوى من المسيح؟ طب مين هو الاقوى؟ طب ما انت تتبع الاقوى، ليه تتبع واحد اصلا هو رسول من عند ربنا، نبيا زي اي نبي، ليه تتخيلوا ان هو الله عشان قوم اربعه؟ طب في عندنا ناس يعني واحد في الانجيل بردك قوم جيش بحاله، ليه تتوقعوا ان هو انه اله؟ ليه ما تدوروش في الانجيل؟ وازاي انه انجيل نازل من عند ربنا بيتكلم في نشيد الانشاد وبيتكلم في حاجات ما ينفعش الواحد انه يقولها او ما ينفعش الواحد انه يتكلم فيها؟ انا عارفه طبعا ان اختي ولا امي ولا اخواتي مش هيعرفوا الكلام ده لانه مش هيفهموا او مش هيقروه، بس انا بدعيهم يعني ان هم يحاولوا يسمعوا كلامي يشوفوني انا عملت ليه كده، اسلمت ليه وسبتهم وهم عارفين ان هم غاليين عليا وان انا بحبهم خالص. فانا بتمنى من الله زي ما شرح صدري للاسلام يشرح صدرهم هم كمان ويرحمهم ويغفر لهم، وبدل من ربنا ان هم يطلعهم من الكفر اللي هم فيه ومن اللي هم بيحاولوا يقتنعوا بيه، وربنا يسهل لهم ان شاء الله ويساعدهم من اللي هم فيه ويحاولوا يرشدهم باذن الله للاسلام. يعني انا بصراحه مش عارفه اقول لهم ايه. انا فعلا انا بحبهم وانا حزينه ان هم لسه في الكفر. انا امنيه حياتي ان هم يكونوا معايا وفي اللحظه دي يكونوا معايا بس على دين الاسلام. وانا بقول لهم ان انا مسلمه والحمد لله وفخوره ان انا مسلمه وهفضل طول عمري مسلمه، لان عند الدين عند الله الاسلام. وبلاش يا جماعه تخاريف، بلاش تقولوا ان الانجيل هو اللي صح، بلاش تقولوا ان الاسلام كفره، عمرها ما تتحسب كده. احسبوها وجاوبوا على نفسكم اذا كانت اختي ولا والدتي ولا اخواتي، يشوف الكلام اللي انا بقول لهم عليه ويروح يسال القصص ويروح عند شيخ ويشوف هل كلام الشيخ او كلام القديس ده ولا الجسيس زي ما بيقولوا هو اللي هيبقى صح ولا كلام الشيخ. لان اكيد الاقناع في الاسلام وفي المصحف. الانجيل عمره ما كان فيه اقناع. انا كنت بقرا فيه وقريت كل كلمه فيه، وتسع سنين انا ما كنتش عارفه حاجه، كنت بدور وبروح هنا وبروح هنا وبروح هنا
عشان الاقي بس حد يساعدني. والحمد لله لما ربنا نوى معايا ربنا اكرمني بناس كويسين وان انا دلوقتي معاهم، والحمد لله برضك على نعمه الاسلام. انا فخوره وبقول لاهلي ربنا يكرمكم وما تقلقوش عليا، انا كويسه جدا واحلى واحسن في الاسلام، وبدعي من ربنا كمان يعني مليون مره ان شاء الله ربنا يشرح صدر النصارى كلهم، مش اهلي ولا اخواتي ولا امي ولا عمي ولا ابويا ولا لا، انا بدعي للنصارى كلهم ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويشيلهم من الكفر اللي هما فيه ويشرح صدرهم، وبقول لهم يا جماعه والله والله الاسلام هو صح، وحاولوا تقتنعوا بكلامي، لان انا نفسي بجد ربنا يكرمهم ويشيلهم من هما فيه. وبقول لاختي يعني ان هي انا بحبها جدا وبحب ابويا وبحب امي، انا مش عشان سبتكم يبقى انا كده مش بحبكم، لا بالعكس، انا عندي لما اجي قبل ربنا معلش مش هتنفعوني بحاجه، يوم ما هيحاسبني هيقول انت اخترت امك بتحب امك اكتر مني، ساعتها هرد عليها واقول له ايه، اقول له معلش، فمعلش يا جماعه اعذروني. بقول لامي انا اخترت الدين الصح، انا عارفه ان هي حزينه عليا وعارفه ان هي ممكن تكون كرهتني وممكن تكون بتقول عليا حاجات كتيره، بس بجد انا في نعمه، يعني اقول لكم ايه الناس كلها بتحسدني عليها، فانا نفسي كمان ان انتوا تبقوا مسلمين عشان انا كمان حسيتكم. ف يعني انا مش عارفه بصراحه اقول لكم ايه، وانا دلوقتي سعيده جدا بجد، انا يعني انا في قمه السعاده، كفايه بس لما باجي امسك المصحف في ايدي واجي اقرا حاجات ما كنتش بحسها في الانجيل خالص، لما كنت باجي اقرا ونشيد الانشاد انا سالت عليه، ف قمه السذاجه ان هم يقولوا لي التفسير بتاعه عن السيد المسيح والكنيسه، هي الكنيسه فيها سرتيك او رجليك مثل الحليب، فكروا يا جماعه، فكروا وقرروا، شوف الحق فين، شوف الدين فين. انا مش بقول الكلام دوت من حاجه انا بالفها، بالعكس ده انتوا اللي مؤلفين الانجيل ومخترعين فيه بما فيه الكفايه، وعندكم الانجيل وقرروا وشوفوا، شوف الكلام اذا كان صح ولا غلط. كلام اكيد صح، لان انا مستحيل هسيب اهلي واسيب الدنيا كلها للناس اللي انا بحبهم في حاجه غلط. انا سالت وقررت والحمد لله ربنا ساعدني في القرار، وكل الكلام اللي انا بقوله ده انا مقتنعه بيه ومحدش قايل ان انا اقول حاجه، وان انا بجد يعني انا ماسكه دموعي لان عايزه اقول لامي ان انا بحبها، بحب ابويا خالص وبحب اخواتي، يعني بحبهم لدرجه اي نعم انا بحب ربنا اكتر، بس انا نفسي فعلا ربنا يشرح صدرهم للاسلام. بدعي من ربنا في كل صلاه ليا في كل سجود ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسلموا ويحاولوا يبعدوا عن الكفر. يا جماعه الواحد مش ضامن عمره، ممكن في ثانيه ما تحسوش باجلكم هو فين، فانا بدعي من ربنا ان انا هزعل بجد لو فيكم حد توفى وهو على الكفر. انا امنيه حياتي ان النصارى كلهم محدش يموت على الكفر، لانه عذابهم ده مفيش حساب اصلا الى النار وبئس المصير. وبكرركم تاني وبقول لكم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وشوفوا الانجيل يا جماعه وشوفوا الشيوخ اللي بتتكلم، في ناس بتتكلم كتير عن النصارى وتوصل المعلومه كويس جدا. وبوجه حاجه لزكريا بطرس ان ربنا يرحمه ويغفر له على الكلام اللي هو بيقوله، وبقول له لما انت عمال تشرح مع القران وفي حاجه انت مش فاهمها افهم دينك، لو انت بتتكلم وبتقول ان الدين النصارى صح، طب اطلع اقول لهم على نشيد الانشاد وعن الكلام الباقي اللي انت بتتكلم عنه واللي بتقول عليه، اطلع قول ان النصارى صح، اطلع فسر لنا، فسر الكلام ده ليه، بتفسر القران غلط، ليه بتجيب الحاجات اللي فيه وانت مش فاهمها، طب افهم دينك على الاقل. في ناس كتيره نصارى قاعدين وبيسالوا جثث وبيسالوا ناس كتيره مش عارفين يجاوبوا، طب انت جاوب لهم، طب ما انت عامل نفسك ناصح كده خالص جريء، اطلع قول لهم الكلام اللي انت بتقوله ده ازاي، اطلع قول لهم يعني ايه نشيد الانشاد، ازاي ربنا كاتبه، ازاي ربنا يخلي يقول للناس عندنا في الانجيل
او في النصارى، لان انا دلوقتي طبعا فخوره ان انا مسلمه، ما ينفعش اقول عندنا. ازاي يطلع يقول انه ازاي يقول اتجوز واحده ثانيه؟ ازاي ربنا يرضى بالكلام ده؟ ربنا بدل ما يخليك تبعد عن اي خطيه او اي حاجه ذنب يرقبك او يبعدك عن النار. ولما المسيح نزل وتجسد من العذراء وزي ما بتقولوا والكلام ده كله، نزل يخلص البشريه. طب والناس اللي ماتت هيتعذبوا؟ مش هيخلص الناس اللي ماتت، هيتعذبوا على اللي فات، هيرحمهم. طب والناس اللي اتعذبت في الممات قبل ما ينزل سيدنا عيسى، يعني ايه؟ مش حرام كده يبقى ظلم؟ يعني احنا طب في النصارى هنلاقي حد يشفع لنا، مش هنموت مش هنتعذب؟ عشان طبعا على الكلام النصارى والكلام اللي بيتقال ان هو نزل وتجسد من العذراء عشان يمنع اي ذنب علينا ويخلصنا ويخلص البشريه كلها. طب والناس اللي ماتت، الناس اللي اتعذبت، ما اكيد هو عذبهم. يا جماعه بلاش تخريف، يا جماعه فكروا صح، بلاش ان انتوا تقنعوا نفسكم. انا عارفه ان في ناس كتيره مقتنعه بالكلام اللي انا بقوله، واللي مقتنعين ما يقولوش عشان اهلي وعشان العار. ربنا لما يجي يحاسبك مش هيديك عذرك، مش هيقول لك عشان اهلك معلش، لا، هيقول لك ان انت قدامك ناس كتير وقدامك حاجات كتيره، انت كان المفروض تختار، استحى من الغلط. وربنا طبعا وانت عارف كويس وانا عارفه كويس والناس كلها عارفه كويس فين الصح وفين الغلط. انا بالنسبه لاهلي طبعا انا عارفه ان هم مش عارفين الصح من الغلط، لان هم طبعا مش متعلمين. فانا عملت الحاجه دي مخصوص ليهم، لان انا مش عارفه انا اوصل لهم المعلومه دي ازاي. وطبعا انا ما ينفعش اجي لكم، انا امنيه حياتي ان انا اجي لكم وافهمكم نفسي كمان عن الاسلام، بس انا واثقه ان انتوا مش هتقبلوا كلامي اصلا، مش هتقتنعوا بحاجه من اللي انا بقولها. بس حاولوا تسمعوا اللي انا بقوله لكم ده مره واثنين وثلاثه واربعه، واسالوا. وانا واثقه ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا هينور بصيركم ويشرح صدركم للاسلام ويبعدكم عن الكفر. ومعلومه ثانيه عن زكريا، ارحم نفسك، لان ربنا لما يجي يحاسبك هيحاسبك على اللي انت عملته بقوله، لان انت من كلامك ومن كلام الجثث بتشجع الناس على الكفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد.